باشمهندس محمد أيمن، لسه طالب في كلية هندسة جامعة اسكندرية، عندي 22 سنة. فكرة فايرال باختصار بدأت لما دخلنا تيم تطوعي في الكلية عندنا، احنا الثلاثة المؤسسين اتقابلنا بالصدفة جوه التيم، وابتدى كل واحد فينا يشوف انا معجب بالشخص دوت بشغله وبتاع، فابتدينا نتجمع من هنا، وابتدينا بقى نحط رجلنا على التسويق ونتعلمه من جوه التيم الأول، بعد كده نبتدي ناخد فيه كورسات، ومن ثم ابتدينا ان احنا نأسس بقى الستارت اب بتاعنا. طب ايه هي المحاور اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ هل هي التسويق بس ولا في محاور تانية؟ لا، هو يعني ممكن نلخصهم في 3 محاور أساسية. المحور الأولاني الايفنتس، ان احنا ممكن نيجي نحضر ايفنتس هنا سواء في اسكندرية او في القاهرة، رحنا قبل كده برضو الزقازيق والمنوفية، نطلع نتكلم فيها عننا كستارت اب، ونتكلم بقى مع الشباب ان ممكن تعملوا زينا بسهولة جدا في المجالات اللي انتوا حابينها. ده المحور الاولاني. المحور التاني هو الفري اونلاين كورسز، ده بيتعمل من البيت واحنا قاعدين عادي جدا. انت ممكن تعلم الناس الديجيتال ماركتينج، او شوية مبادئ في السيلز، او شوية مبادئ في الديزاين من وهم قاعدين في بيتهم فري اونلاين. المحور التالت هو الدبلومات او الكورسات بتاعت السيلز والماركتينج، دي بتكون على الارض. طيب تنصح الشباب بإيه عشان يكونوا فكرة مثلا أو علاقات؟ ممكن لو هو لسه طالب في الكلية يستغل الفترة ديت في ان هو يشوف تيم تطوعي هيبتدي يجمع منه خبرات وعلاقات بأصدقائه اللي في الكلية وبزمايله، وبقى على نطاق أوسع بره الكلية سبونسرز والقصص دي. وممكن لو هو اتخرج يبتدي يشوف بقى ممكن عمل خيري أو جمعيات خيرية، برضو نفس المبادئ ممكن يلاقيها في المؤسسات التطوعية، ان هو يلاقيها في نفس المبادئ اللي بتلاقيها في تيمات الكلية يعني.